شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. المودة على نوعين، وبعبارة ثانية المودة لها مرحلتان. المرحلة الأولى المودة القلبية. المودة القلبية عبارة عن الحب، عبارة عن علاقة الانشداد بين المحب والمحبوب. هذه العلاقة وهذه الرابطة التي تربط بين المحب وبين المحبوب يطلق عليها المودة. كيف تنشأ هذه العلاقة؟ لماذا تجد أن أحدا يحب أحدا؟ واحد من العلماء، من المؤمنين، من الأتقياء، تجد أن بعض الأفراد يحبونهم، لهم موقف الحب، وبعض الأفراد لهم موقف الحياد، لا موقف لهم، لا يشعرون تجاههم بحب ولا بغض، محايدين لا لهم ولا عليهم. وبعض الأفراد يبغضونهم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يروى عنه أنه قال: هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. المحب الغالي والمبغض القالي. أحبه جماعة حتى رفعوه إلى مقام الألوهية، فقالوا: إن عليا هو الله. وأبغضه جماعة إلى أن قالوا: والعياذ بالله، إنه كافر وإنه خرج من دينه ونجا فيه أهل الحق، وهم نحن إن شاء الله. لماذا يحب أحد شخصاً؟
ولماذا يبغضه شخص آخر؟ ولماذا يقف ثالث موقف الحياد؟ لا يحبه ولا يبغضه. كل واحد منا نحن البشر مفطور على حب الكمال. نحن نحب الكمال، نحن نحب الجلال، نحن نحب الجمال، الجمال المعنوي، جمال الروح مو جمال البدن. هذا الجمال الذي يبقى أيام ثم ينتهي، هذا الجمال ما إلى قيمة في القياسات الكلية، في الحسابات الكلية. هذا الجمال مثل أوراد الربيع، شايفين أوراد الربيع، تأتي أياما معدودة تتفتح هذه الأوراد وتعجب الناظرين، ولكن ما تمر أيام وليالي إلا وتلك الوردة قد ذبلت، قد اصفرت، ثم بعد ذلك تسقط هذه الأوراق وتتحول إلى تراب. هذا الجمال المادي ما إلى قيمة، ما إلى قيمة عند أهل القلب، عند أهل العقل، عند ذوي اللب. الجمال المعنوي، كل واحد منا مفطور على حب الجمال وعلى حب الكمال. كل واحد منا يحب العلم حتى إذا مو عالم. إذا واحد مو عالم لكن يحب العلم، إذا قيل لجاهل إنه عالم يفرح بذلك، إذا قيل لواحد لا يعلم قالوا إنه يعلم يفرح بذلك. ليش؟ لأنه في وجدانه، لأنه في قلبه أكو حب العلم. لذلك ننظر إلى العلماء بإكبار، علماء الطب، علماء الفلك، علماء الفيزياء، علماء الفقه، علماء المنطق، ننظر إليهم بإكبار واحترام وتعظيم. فكل واحد منا إذا تعرف أن الحج الفلاني يؤدي نافلة الليل، مقيد بنافلة الليل، تاجر من التجار، كاسب من الكسبة، هذا مقيد بنافلة الليل، مقيد بالنوافل، مقيد بالتهجد، يعظم في عينك، يكبر في عينك، لأنه القرب إلى الله، المعنويات هذه لها قيمة حتى في نظر من لا يعتقد بها. يعني حتى إذا واحد ضد، حتى إذا واحد ما يعتقد به، حتى إذا واحد على دين آخر، لكن يعظم المرتبط بالله، يعظم الأفراد المتهجدين المتقين المؤمنين. إحنا مفطورين على ماذا؟ على حب الكمال. فإذا وجدنا هذا الكمال متجسدا في شخص، الحب ينتقل من الصفة إلى الشخص، لأنك تحب هذه الصفة، لذلك تحب أيضا من تتجسد فيه هذه الصفة. المودة القلبية نابعة من معرفة الكمال في شخص معين. أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا مظاهر للكمال، مظاهر للجمال، مظاهر للجلال. الصفات الطيبة، الجود، الكرم،
الأخلاق الرفيعة بكل أشكالها تجسدت فيهم أبلغ تجسيد. ولذلك الأفراد اللي ما كانوا يحبونهم، ما كانوا يعرفونهم، عندما كانوا يعرفونهم كانوا يخضعون، وكانت هذه العداوة تنقلب إلى مودة. ذلك الرجل، هنالك قضيتان، إحداهما منقولة عن الإمام المجتبى، والثانية أيضا منقولة عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ولعلهما قضيتان. يأتي ذلك الرجل إلى الإمام المجتبى صلوات الله عليه، رجل يعيش في الشام، معاوية ملأ الشام بالدعايات ضد أهل البيت صلوات الله عليهم، ملأ التاريخ بالأكاذيب، هذا التاريخ اللي عدنا اللي كتبه عاض السلاطين هذا مليء بالأكاذيب، ما يمكن واحد يعتمد على هذا التاريخ. فمعاوية شحن الأجواء ضد أهل البيت، وشحن الأجواء ضد ذرية أهل البيت صلوات الله عليهم، فشحن الشام أن علي رجل كافر، أن علي رجل لا يصلي، أن علي رجل مارق من الدين، وما أشبه ذلك من هذه الشائعات. هذا الرجل يعيش في الشام، لا يعرف الإمام، مو مطلع على أوضاع الإمام، يأتي إلى الإمام في المدينة، يشاهد الإمام فيبدأ بشتم الإمام صلوات الله عليه. وفي رواية ثانية منقولة في معالي السبطين عن الإمام الحسين صلوات الله عليه أنه أخذ يشتم الإمام الحسين ويشتم أباه عليا صلوات الله عليه، ولعل الإمام تألم لشتم أبيه أكثر من شتمه إياه، فأخذ يشتمه في هذه الرواية، وفي تلك الرواية الثانية أخذ يشتمه ويشتم أباه صلوات الله عليه، لأنه ما يعرفه. ولكن الإمام صلوات الله عليه قابله بتلك الأخلاق الرفيعة، بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله، وإنك لعلى خلق عظيم، ضحك في وجهه أو تبسم في وجهه وقال طبقا لهذه الرواية: أظنك غريبا، كأنه أنت مو أهل هذا البلد، مو أهل المدينة، ولعلك شبهت، لعل معنى هذه الكلمة لعلك أردت شخصا آخر وأخذت تشتمني مكانه، لو سألتنا أعطيناك، إذا تريد شيء إحنا نعطيك، ولو استرشدتنا أرشدناك، وإن كنت جائعا أطعمناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك. وإن كنت طريدا آويناك، وأخذ يتكلم الإمام بأمثال هذا الكلام. الرجل الذي كان يعيش في ذلك الجنة فوجئ بهذا الموقف من الإمام صلى فقال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لأنهم ما كانوا يعرفون أهل البيت، وإلى الآن الذين لا يعرفون أهل البيت، لا يعرفون حقيقة أهل البيت، إذا عرفوا هذه الحقيقة، إذا عرفوا هذا النور، تجدون أنهم يؤمنون بهذا المذهب وبهذا الدين وبهذه الصفوة الطاهرة التي لا نجد
في تاريخ البشرية من يضاهيهم في علمهم وأخلاقهم وصفاتهم. حتى مروان هذا العدو اللدود الذي جرع أهل البيت المرارات، جرع الإمام المجتبى المرارات، حتى هذا الرجل عندما يتوفى الإمام صلوات الله عليه يأتي ويحمل جنازة الإمام على كتفه، مروان هذا العدو اللدود الذي قال لحاكم المدينة اقتل الإمام الحسين اضرب عنقه أو يبايع، هو هذا الرجل اللي عنده حوارات كثيرة مع الأئمة صلوات الله عليه، هو هذا الرجل يأتي ويحمل جنازة الإمام، وفي نقل أنه كان يبكي خلف الجنازة، فقال له سيد الشهداء صلوات الله عليه كما في هذه الرواية: أنت كنت الذي تجرعه الغصص في حياته، هكذا تفعل به بعد وفاته؟ فقال: كيف لا أفعل ذلك بمن كان يوازن حلمه بالجبال؟ عند حلم يوازن بالجبال، تعليقي على ذلك: وما هي قيمة الجبال في مقابل حلم الإمام المجتبى صلوات الله عليه؟ مو حلم الإمام المجتبى، حلم مؤمن. الجبل شيء فطر على هذه العظمة، ما إلى اختيار، ما إلى إرادة، ولكن المؤمن بإرادته يتجرع الآلام ويحلم، هذا هواي أعظم من الجبال. لا يقاس الحلم بالجبل، لا قيمة للجبل في مقابل حلم الإمام المجتبى، ولا قيمة للبحر في مقابل كرم الإمام المجتبى، ولا قيمة للسحاب في مقابل جود الإمام المجتبى صلوات الله عليهم. من قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك، السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. هذه الأشعار مذكورة في المطول، مطول كتاب نقرأه نحن الطلبة في الحوزات العلمية. وذلك الرجل الآخر بكى عندما أعطاه الإمام ما أعطاه، فقال له: على ما ببالي أنه لماذا تبكي؟ هل استقللت العطية؟ فقال: لا، ولكن أبكي لأنه كيف يغيب التراب هذا الكرم وهذا الجود وهذه النفسية الرفيعة؟ القضية إما عن الإمام المجتبى أو عن الإمام الحسين صلوات الله عليه. هذا النوع الأول من أنواع المودة، المودة القلبية. المودة القلبية قلنا إنها ناشئة من اكتشاف الكمال والجمال. النوع الثاني من أنواع المودة وهي الأشكل، وهي الأشق، المودة العملية. واي يودون مودة قلبية، ولكن المودة العملية هي الأهم. إلا المودة في القربى، المودة العملية هي الأهم. مو أنه فقط واحد يحب، أهل المدينة ما كانوا يعرفون أهل البيت، ليش كانوا يعرفون أهل؟ المهاجرين ما كانوا يعرفون أهل البيت، ليش كانوا يعرفون أهل؟ الأنصار ما كانوا يعرفون أهل البيت، ليش كانوا يعرفون أهل البيت؟ ما كانوا يحبونهم، ليش كانوا يحبونهم؟ ولكن ما هي قيمة المحبة القلبية إذا ماكو محبة عملية؟ شنو قيمتها؟ يعني القيمة المطلقة لها قيمة، ولكن مو قيمة مطلقة. عدم المودة العملية
معلول عن عدم المودة القلبية بدرجة قوية. إذا حقيقة المودة القلبية قوية، المودة العملية أيضا تكون قوية. الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله في الرواية رأى شخصا يعبث في صلاته مثل ما إحنا هالشكل نصلي، صلاتنا حقيقة تحتاج إلى استغفار، بعد ما واحد يصلي لازم يستغفر من هاي صلواته، وهو يعبث بلحيته بيده، فقال كما في الرواية: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. هذا عدم خشوع الجوارح نابع عن عدم خشوع القلب. إذا ماكو مودة عملية، إذا ماكو موقف عملي، هذا نابع في الواقع عادة عن ضعف المودة القلبية. إذا واحد ابنه مريض أصاب والعياذ بالله بالسرطان وإلى علاج، لكن لا يبذل مالا لعلاج هذا السرطان، خلي يعيف خلي يموت بالجهنم، هذا يحب ابنه حقيقة؟ لو هذا مجرد ادعاء تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا واحد يحب ابنه وابنه مريض مصاب بمرض خطير، يجب أن يقف لهذا الابن، يجب أن يدافع عن هذا الابن، مو أنه لا انتهت القضية، القضية لا تنتهي عند هذا الحد. فضعف المودة العملية هذا ناشئ عن ضعف المودة القلبية، هاي مو مودة حقيقية، هاي مو مودة كاملة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينقل أنه عندما المنصور العباسي هذا الطاغوت الذي كان طاغوتا من طواغيت بني العباس، عندما قبض على بني الحسن أبناء الإمام الحسن صلوات الله عليه، قبض على مجموعة منهم وألقاهم في السجون والمعتقلات 3 سنوات. هالشكل، ليش؟ جرمهم أن الناس يحبونهم، الناس يحبونهم، الناس وجدوا فيهم الأخلاق والتقوى والفضيلة يحبونهم، هذا الجرم حقيقة. قبض على بني الحسن وألقاهم في السجون والمعتقلات 3 سنوات، ثم بعد ذلك جاء. كلامي في أنه المودة القلبية لأهل البيت لا تكفي، لازم تكون مودة عملية. مودة عملية يعني بناء المسجد، هاي مودة عملية. واحد يقدر يبني مسجد، خل يبني مسجد في سبيل الله، هذا ترويج لأهل البيت، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. تقدر تبني مسجديا، ابني مسجديا، 10 10 100 100. أحد الإخوة كان يقول: ذهبت إلى إيران في بلدة من البلاد، صار وقت الأذان فرأيت مسجد من المساجد، قلت أدخل إلى هذا المسجد وأصلي فيه. فيقول: عندما دخلت شفت مكتوب على بوابة المسجد أن هذا المسجد بنت فلانة، المرأة الفلانية. يقول شفت، هو واحد من هذا البلد، شفت أن هذا الاسم كأنه اسم امرأة من هذا البلد الذي أنعم الله على كثير من أهله ولله الحمد بحب الخير. فيقول: دخلت حتى أشوف من هي هذه المرأة وشنو قصة هذا المسجد. يقول: دخلت شفت إمام المسجد، قلت له: من اللي بنى هذا المسجد؟ قال: هذا المسجد له قصة، وهي أن امرأة من هذا البلد هذه تبنت مجموعة من المساجد وبنت مسجداً ومسجدين وثلاثة وأربعة إلى أظن قال 10 أو 12 مسجد، وهذا هو المسجد 12 امرأة من الكويت بنت هذا المسجد. يقول: إحنا قلنا لها أنه في اليوم الفلاني افتتاح هذا المسجد، افتتاح،
يقول هي أيضا تحركت وأجت إلى المطار، إلى مطار الكويت، حتى تجي إلى هناك وتحضر في حفل الافتتاح، ففاجأتها النوبة القلبية وتوفيت في المطار رحمة الله عليها. هي ماتت، هي راحت، ولكن تركت 10 مساجد، 12 مسجد. إحنا ما نقدر حقيقة أن نبني المساجد، أن نبني الحسينيات، أن نطبع الكتب الدينية، أن نروج أهل البيت. بعد يومين ميلاد الإمام المجتبى، بعد يومين 3 أيام تقريبا، هل طبعنا كتابا واحدا حول الإمام المجتبى؟ طبعنا كتاب واحد؟ أولادنا يعرفون الإمام المجتبى؟ هل تحدثنا مع أولادنا في البيت من هو الإمام المجتبى وما هي قضايا الإمام المجتبى؟ هذا مو تقصير حقيقة؟ كيف نلاقيهم غدا يوم القيامة؟ بأي وجه نلاقي رسول الله يوم القيامة؟ نفكر في بيوتنا وأولادنا وحياتنا المادية والدين، ما عندنا شغل به. ما أقول كلنا، كثير من ما نقدر نبني مساجد، ما نقدر نبني حسينيات، ما نقدر نطبع الكتب الدينية. هاي مو وظيفة شرعية، الوظيفة الشرعية فقط وظيفة العلماء، وظيفة الجميع، كل واحد بقدر إمكان. واحد ما يقدر يقول أنا ما أقدر، خلي يقيم مجلس في بيته. ذول أولادنا يرحون. الغرب والشرق والذئب أخشاه إن مررت به وحدي في السيوط، وأخشى الرياح والمطر. الذئب إذا يشوف واحد وحده يتشجع عليه، يجي يأكله، يمزق. الغرب والشرق يمزقون أولادنا، يودوهم، يقيم مجلس في بيته، هذا في مؤونة. ما يقدر حقيقة، بينه وبين الله ما يقدر. على كل شيء يقدر، بس على هذا ما يقدر. هذا منطق حقيقة؟ ما يقدر، معذور، معذور بينه وبين الله. ليتحدث مع أولاده وبناته، يقول لهم من هو الإمام المجتبى. بعد كم يوم وفاة أمير المؤمنين، أولادنا يعرفون حديث واحد عن أمير المؤمنين؟ كل شيء يعرفون ولا يعرفون كلمة واحدة عن أمير المؤمنين؟ هذا منطق حقيقة؟ الآباء والأمهات بعضهم ما يتحدثون، يشوف أبو مؤمن متقي متدين وابن بعيد، هذا مو منطق، هذا مو حكي، هذا لا يشكل جواب عند الله يوم القيامة. المهم أن المنصور اجى في سفرة ثانية بعد 3 سنوات إلى المدينة، وجلس في الربذة، وأمر بأن يؤتى بهؤلاء. قال جيبوهم، جيبوهم، طلعوهم من السجن. فصفدوهم بالأغلال، كانوا مصفدين هم بالأغلال، زادوا عليهم من الأغلال والأثقال والحديد تزلفا إلى هذا الطاغية، هذا السجان المجرم، زاد عليهم من القيود والحديد تزلفا إلى المنصور. بعدين جابوهم ووقفوهم ذرية الإمام المجتبى في الشمس اللاهبة، في القيود والحديد والأصفاد، وقفوهم هالشكل، والمنصور قاعد في مكانه. قال جيبوا محمد الديباج، أحد أولاد الإمام الحسن المجتبى، جابوه. قال اضربوه بالسياط أمام المنصور. فأخذوا يضربونه بالسياط، ضربوه بالسياط، ثم أخذوا يضربون وجهه بالسياط. وجهه أضربه بالسياط لكن مو وجهه. وضربوه بالسياط على وجهه. قال اتق الوجه، لا تضرب وجهي. المنصور قال لا، عليك بالوجه، اضرب وجهه. فضربه على وجهه إلى أن خرجت حدقة عينه، سقطت. هذا محمد الديباج. والتصق ثوبه من شدة الدماء الخارجة منه بجلده، التصق. بعدين أرادوا أن يخرجوا هذا الثوب، ما قدروا يطلعوا، فجروه بقوة فانقلع جلده مع ثوبه. هذا ابن الإمام الحسن المجتبى محمد الديباج، يعني من أحفاده.
المهم حتى تشوفون ذول اللي يروجون للمنصور ولهارون وللرشيد ولمن أشبه ذلك، تعرفون من هؤلاء اللي كانوا في تاريخنا. الإمام الصادق صلوات الله عليه في بعض الروايات المنقولة عندما شاهد هذه المناظر، بعض هذه المناظر، بكى كثيرا وقال إن الأنصار لم يفوا بعهدهم مع رسول الله. هذا كلام شاهدي في هذه الكلمة، ما وفوا بعهدهم مع رسول الله، إنهم عاهدوا رسول الله أن يدافعوا عن ذريته كما يدافعون عن أولادهم. إذا أولادهم كانوا يبتلون بهذه المشكلة هكذا كانوا يقفون؟ لا، إنهم لم يفوا بعهدهم مع رسول الله. الإمام الصادق بكى كما في هذه الرواية وتمرض على أثر مشاهدة بعض هذه المناظر، وابتلي بالحمى وبقي محموما 20 ليلة لهذا الموقف المخزي من الأنصار. مو أول مرة، هاي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما هجموا على بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، على مرأى منهم ومسمع، ماذا فعل هؤلاء الأنصار وماذا فعل هؤلاء المهاجرون؟ غير مجموعة قليلة منهم، غير سلمان الفارسي اللي جاي من فارس، وغير فلان وفلان، شنو اللي سووا عندما عصروا ابنة الزهراء، عندما عصروا الزهراء صلوات الله عليها بين الحائط والباب وأسقطوا منها جنينها؟ إذا كان يسقط جنينهم بين الحائط والباب كانوا يقفون هذا الموقف؟ كانوا يقولون كلمة واحدة، ولكن الزهراء وهي سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليهم، هكذا يصنع بها، قالت هكذا يفعل بحبيبتك، هكذا يصنع بها، ولا يقولون كلمة واحدة. هذا هو المودة في القربى، هذا هو أجر الرسالة. ما علينا بالظالمين، الظالمين يفعلون حفاظا على مناصبهم وعلى حكومتهم وعلى مصالحهم، ولكن أين موقف هؤلاء؟ ما كان عندهم موقف، ما كان عندهم موقف. لا المهاجرين كانت عندهم موقف مواقف، ولا الأنصار كانت عندهم مواقف. تركوهم، مو ضيعوا أهل البيت، ضيعوا حظهم، ولكنهم ضيعوا حظهم. ولو قدموا حظهم قدموك. أهل البيت ما خسروا شيء، أهل البيت خسروا شيئا، أهل البيت مو مربوطين بهذا العالم، أهل البيت يعيشون في عالم ثاني، أهل البيت ما لهم نظر إلى هذه الدنيا الفاني، ولكن لحظهم. قالت الزهراء صلوات الله عليها في الرواية: أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، إلى آخر الخطبة. هذه المواقف هي التي جرت علينا هاي المآسي من 1400 عام إلى هذا اليوم. إذا كانوا يدافعون عن أهل البيت ما كانت تحدث هذه المآسي. الحجاج يجي ويأخذ منهم 120 ألف واحد في السجون والمعتقلات، أكلوا جزاءهم. الآن ذول مضى، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ونعم الحكم الله، الله هو الحكم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: وما أصنع بفدك وغير فدك، إلى أن قال في هذه الرواية: ونعم الحكم الله، الله هو الحكم، أكو آخرة، أكو قيامة. ولكن إحنا الآن في هذه الفرصة الباقية، هاي أمانة بأيدينا. الإمام الحسن المجتبى أمانة بأيدينا، الإمام أمير المؤمنين أمانة بأيدينا، شهر رمضان أمانة بأيدينا، يجب أن لا نفرط في هذه الأمانة. كل واحد منا بمقدار ما يجي، واحد يأتي منه أن يؤسس حسينية، يؤسس واحد يتمكن يؤسس 100 حسينية، 100 حسينية،
واحد يتمكن يطبع كتاب في أهل البيت يطبع كتاب، واحد ما يتمكن يقيم مجلس في بيته يقيم مجلس في بيته، واحد ما يتمكن يتكلم مع ولده وبنته في ذلك. إن شاء الله تعالى، الله تعالى أنعم علينا بالمودة القلبية لأهل البيت، وهذه من نعم الله علينا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حقيقة هذه نعمة، المودة القلبية التي حرم منها الآخرون، يجب أن نضيف إلى ذلك المودة العملية، كلما كان أكثر فهو أفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب.